السلام عليكم، كي داير لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم الباستا. كتجي بالكركاع، كتجي هائله، وغادي نخليكم مع المقادير. غنحتاج هذا البيستو هذا ديال الكركاع. نوريكم فيديو ديال الطريقه ديال هذا البيستو اللي تيجي بالكركاع، تيجي غزال. غادي نحتاج هنايا هاد غورغونزولا اولا تزولا، يعني تقريبا واحد جوج معالق كبار هكاك، تيعطي واحد الطعم رائع وكيجيو مواتين مع هاد الوصفه، مع هاد الكركاع. عندي هنايا القشده الطريه الخاصه بالطبخ، وعندي هنايا هاد النوع هذا سباغيتي. من الاحسن تستعملوا النوع اللي كيكون هكاك زوين، يعني اللي ما تيطيبش، اللي ما كيتعجنش لينا في الطياب. عندكم صراحه هاد الماركه كتعجبني، هاد ديال تشيكو كتعجبني، وعندكم تا رومو تا هي زوينه، كتكون كيكونوا زوينين هاد الانواع هادو. فدابا غادي نبداو ان شاء الله نوجدوا الباستا ديالنا. بالنسبه للطريقه ديال اللي غنديروا ديال البيستو ديال الكركاع، فاول حاجه غادي نحتاج، انا عندي واحد 200 غرام ديال الكركاع، عندي انا واحد فص ديال الثوم، عندي هنايا البابه. انا استعملت البابه ديال التوست، خديت واحد جوج طروفه، حيدت لهم هكا هاد الحواشي، حيدتهم اليوم ورقدتهم في الحليب. فملي غنبغي نديرها نتوما، فانا غادي نعصرهم من الحليب، وهذاك الحليب اللي غادي يبقى هو باش غادي نطلقوا شويه هذيك الكريمه ديالنا اولا داك الباستو ديالنا. وعندي اكيد زيت الزيتون. بالنسبه للطريقه، الا كان عندكم الوقت فاستعملوا المهراز، الا كان عندكم الوقت فديروا كل حاجه دكو هكاك في المهراز حتى كيولي هكا كريمه. فلضيق الوقت غادي نستعمل غير هاد الاله هذه، لان انا بغيت هكا كيبقاو لي، وخا هكا كيبقاو لي داك، نحس بالطروفه ديال الكركاع، ماشي يعني نحس بديك الحروشيه ديال الكركاع. فانا اول حاجه غادي نضيف هنايا هاد الكركاع، نخلي هكاك شويه النار، فانا غادي نكتفي نخليها غير بحال هكا هكا. بغيتو تزيدو تطلقوها طلقوها شويه بالزيت الزيتون، فانا غنزيد غير شويه ديال زيت الزيتون صافي ونحبس، لان انا بغيتها تبقى بحال هكا باش هكا تلصق يعني في الباستا، يعني ما نجريهاش بزاف. فانا غادي نطلق غير شويه بزيت الزيتون،
زيت الزيتون، غادي نضيف هنايا هاد البانة اللي عندي، نستعمل هنايا واحد نضيف هاد الباستا، we'll be right back.
كان هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. نتمنى انه ينال اعجابكم، صراحه كيجي بنين، جربوه وردوا عليا الخبر. ما تنساوش كما العاده تشجعوني وتابوناو عندي وديروا لي لايك وكومونتير وتفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد، ونتلاقاو ان شاء الله مع فيديو جديد. مع السلامه.